دراسة بقى، احنا بندرس العصب، بنشوف العصب ده بنعمل له بقى حاجة اسمها بودندال نيرف تيرمينال موتور ليتنسي. بودندال نيرف خلاص عرفناه عصب الحوض، تيرمينال نهايات، موتور ليتنسي التأخر في الإخراج الموتيشن بتاعته الكهرباء بتاعته، ليتنسي. وفي ايرليست، في ايرليست ان هو يبقى ما قبل القناة، ممكن يقيس بعده وما قبل القناة. فاحنا ما نعمل البنتمل، وهو بنختصره بنتمل، هو اختصار للبودندال نيرف تيرمينال موتور ليتنسي. ده بنشوف بيه الكهرباء، لو هي اقل من 2 مايكرون بير سكند خلاص ده كويس. هو على فكره شبه، لو شفناه تاني هو شبه رسم القلب يعني. بالظبط. هو ويفز اكشن بوتنشال، اكشن بوتنشال. نشوفه تاني كده يا جماعه، يعني هو شبه بالظبط كاني برسم زي اللي احنا بنطلعه على الشاشه على طول ليكو، ده الجميل اللي بيتحرك على الشاشه ده زي الاي سي جي بالظبط. زي الاي سي جي. والمتخصصين فيه بياخدوا واحده من منهم وابتدوا يحللوها. وابتدوا ايه يحللوها. لو هي فلات خالص، هو انت ما عندكش كهرباء في المكان. لو هي عاليه جدا بتبقى الكهرباء عاليه. لو هي متوسطه في النورمال الارتفاع والانخفاض بتاعتها بتبقى طبيعيه. وهو ده الاكشن بوتنشال اللي هي احنا بنحتاجها دايما في القياس. زي ما احنا شايفينه ده، هي ده التشخيص الاساسي. ودي سهله جدا، ده عباره عن صباع بنلبسه اسمه سان مارك الكترودز، بيتحطوا بيخش جوه القناه الشرجيه بيقيس على طول الكهرباء فيري سنسيتيف. نشوف بقى العلاج، الاساليب العلاجيه جراحيه، مفيش اي حاجه ثانيه غير الجراحه؟ في بنعمل حاجه اسمها نيرف ستيموليشن. نبتدي يعني نستثير العصب. بالظبط. لا يفل الحديد الا الايه؟ الكهرباء. الحديد. هنا عصب كهرباء على طول. كهرباء، نديها كهرباء تتغير. كهرباء القلب ملخبطه. بنديها كهرباء. كهرباء ديسي شوك. تتظبط. فقالوا طب ما نبتدي نديها كهرباء. فوجدوها في حالات كتير جدا بتتظبط. ووجدوا في حالات تانية لا ما بتتظبطش. طب نعمل ايه؟ قالوا نبتدي نديها حقن. ايه اللي بيشيل الفايبروزس؟ التليفات. ان احنا ندي نسب كورتيكوستيرويد ديكساميثازون او اللونج اكتنج بقى كورتيكوستيرويد، او ان احنا ندي معاه مواد تقلل من الانفلاميشن، انتي انفلاماتوري للعصب. وندي فيدنج الجلوكوز بتاعت بالظبط، الجلوكوز والبي 12 و بتاعت النيرف. وكل ده يتحقن لوكالي في العصب نفسه. العصب نفسه؟ نفسه، هتبقى لوكال ما تخرجش في الجسم. فبيتحقن بقى حقن العصب ايه؟ نفسه. اما بتفيل بقى الفيزيوثيرابي اللي هو النيرف ستيموليشن ويفيل الانجكشن، بنلجا الى التسليك العصب عن طريق حاجه اسمها بودندال نيرف دي كومبريشن اوبريشن، تحرير العصب من القناه. لان بنعمل له حاجه اسمها، هي موجوده في الرسم، بنعمل له حاجه اسمها دي روفينج، بنشيل السقف بتاعه عشان ما يتخنقش. ما يتخنقش لان مشكلتنا في الخنقه. خنقه. في جراحه تانية ده دي روفينج، في اي جراحات تانية ولا هي دي الاساس؟ لا هي دي روفينج الاساس. في طبعا، لان احنا طلع منه نظريات جديده، عملنا دي روفينج لان في حاجه غريبه قوي بتحصل. العيان يفضل عنده الم، فرجعنا بقى المعامل تاني ورجعنا المشرحه تاني ورجعنا اكتشفنا حاجه غريبه قوي. وجدنا السيكرو سباينس اند السيكرو تيوبرس ليجامنت، وهو ماشي العصب بينهم. في النص هو ماشي العصب بينهم، حصل ايه؟ لقينا الانجل بقت اكيوت، فضغطوا على العصب. فبقوا عاملين الشكل ده، فسموه ايه؟ كلامبنج ثيوري اوف بودندال نيرف. كلامبنج يعني كانه ماسكه بكلامب، الحاجه بتقفش. زي كانه ممسوك بمشبك يا جماعه. مشبك. فتخش بقى في العمليه، لو لقيت كلامبنج ثيوري تكشف على السيكرو سباينال سيكرو تيوبرس، لقيتهم ضيقين او اكيوت او تشوفهم بسرعه، تروح موسعهم او قطع جزء من الليجامنت، بارشال انسيجن، فكت خلاص وايد.